السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من إيفنتوبيا. النهاردة هتكون الحلقة الرابعة والأخيرة من مجموعة رمضان، وهنعمل فيها سبحة 99 حبة. سبحة 99 حبة بتساعدنا ان احنا نقول التسبيح اللي هو كل 100 بسهولة جدا، لانها عبارة عن لفة واحدة بس، واحنا ساعات بننسى طبعا عدد الحبات اللي احنا عديناهم. كمان بتساعدنا ان احنا نوصل للالف بسرعة جدا، لان احنا بنلفها 10 مرات مش اكتر من كده، فتبقى سهلة علينا ومش بنتلخبط ان احنا ممكن نقول التسبيح او الذكر 1000 مرة. وبفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ مع بعض الفيديو ووريكم ازاي هنقدر نعمل سبحة 99 حبة. الخامات اللي هنشتغل بيها النهاردة مبدئيا هتكون خيط. الخيط اللي انا هستخدمه خيط سنارة، بس يكون قوي ما يكونش الانواع الضعيفة، وممكن كمان نستخدم اي نوع خيط تاني بس لازم يكون قوي زي الكنفاة او الحرير. تاني حاجة هكون معانا خرز كريستال، وده في منه نوعين، نوع ازاز ونوع بلاستيك. انا هستخدم النهاردة النوع الازاز، وعلى فكرة ممكن يتكسر، وممكن نستخدم دولي، ممكن نستخدم انواع كتيرة من الخرز تاني. تالت حاجة هكون هستخدمها النهاردة هي الفواصل الذهبي دي، ودي بنستخدمها دايما في الاكسسوارات، في منها ذهبي، في منها فضي، وفي منها احجام مختلفة كتير. نبدأ بقى الشغل. اول حاجة باخد الخيط اللي انا مختاراه، مش هقص منه حاجة، هبدأ من الطرف بتاعه واسيب بقية الطرف التاني موجود في البكرة زي ما هي. السبحة 99 بتبدأ الاول ب33 حبة، هبتدي الضم 33 حبة الاول وبعدين احط الفاصل. وعلى فكرة انا بحب اشتغل بالكريستال الازاز لانه سهل قوي ان انا انضفه، يعني بحتة منديل هيلمع ويبقى زي الفل، لكن الكريستال اللي هو معمول من البلاستيك بيطفي، انما الازاز لا ما بيطفيش. هو صحيح ممكن مع اي وقعة خبطة شديدة شوية يتكسر، بس انا بحبه لانه هو ليه رونق كده وليه لمعة جميلة قوي. كده انا خلصت 33 حبة، هبتدي احط الفاصل. الفاصل خلي بالكم فيه كمان اشكال كتيرة جدا، لو بنعمل اساور او اللي هي العقود العريضة هنلاقي منها كبيرة. هحط الفاصل وابتدي اشتغل تاني 33 حبة. ممكن لو ملقتش طبعا الفواصل اللي هي الذهب دي، ممكن اعمل حجم تاني ولون تاني من الكريستال يكون فاصل، يعني مش هتأيد قوي بالفواصل الذهبي اللي انا وريتها لكم النهاردة. ممكن نعمل فاصل بأي حاجة تانية، خرز اقل، نفس نوع الكريستال بس لون تاني وحجم اصغر. المهم اني افصل بين كل 33 حبة بفاصل مختلف. شوفوا كده شكل الفاصل بين الكريستال شكله عامل ازاي، والالماس اللي محاوطه باين شكله حلو جدا.
البهية كفاح السلامك ولو ذا طيامك كفاح السلامك ولو ذا طيامك والله للسبب. كده خلصت 33 اللي بعدهم، ونحط الفاصل الثاني. طبعا احنا لو بنعمل السبحة العادية اللي هي 33 اصلا بنحط الفواصل بعد 11 حبة، لان هي اصلا كلها على بعض 33، فلما بيكون التسبيح او الذكر عندنا هنعد 33 بس، فتبقى برضو لفة واحدة من 33. انما احنا عاملين الكبيرة اللي هي الذكر فيها بيبقى 100، فاحنا عملنا الفواصل 33 بين كل فاصل والتاني، لما اصلا العادية السبحة العادية بتكون كلها على بعض 33، فبيبقى الفواصل كل 11 حبة. كده انا خلصت اخر 33 حبة، اسيب مسافة كويسة من الخيط قبل ما اقص. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان السبحة لازم يكون فيها مسافات بين الحبات، وده طبعا علشان اثناء التسبيح اقدر اعد واحدة واحدة، فاسيب مسافة كويسة من الخيط قبل ما اربط. هنا تقريبا هسيب 1 سنتي، حاجة بسيطة، وهبتدي اربط واعمل العقدة بتاعتي. طبعا اللي بيعملوا السبح اساسا بيعملوا حاجة اسمها ستوبر، دي عبارة عن حاجة زي حديدة كده بيقفلوا بيها اخر عقدة عندك، هي بدل ما انا بعقدها كده على تخين شوية بيعملوا عليها الحديدة دي عشان تمنع ان الشرشوبة او الشاهد اللي انا بحطه للسبحة يرجع تاني مع الخرز بتاع السبحة. بس احنا هنا بنحاول نعمل ابسط حاجة ممكنة نقدر ان احنا ننفذها كلنا، بدل ما نقعد ندور على خامات ممكن حد فينا ما يلاقيهاش. هنا بجرب بأي كريستالة اشوف فعلا هتقدر تعدي من العقدة اللي انا عملتها ولا لأ. انا جربت هنا لقيتها تمام، حجم العقدة كويس جدا، مش هيعدي الخرز اللي هعمله كده في الشاهد او الشرشوبة، مش هيعدي ويرجع تاني على 99 حبة اللي انا عملته. بعد كده هبدأ اشتغل في الشاهد. انا استخدمت هنا نوع تاني من الكريستال لونه اسود وحجمه اصغر شوية، هبدأ بيه الشاهد بتاعي. وبعدين حطيت حبة تانية من الكريستال اللي انا اشتغلت بيه السبحة اللي هو البني، وبعدين هحط فاصل ذهبي تاني زي الفواصل اللي انا حطيتها في 99 حبة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين ارجع تاني احط بالعكس بقى البني الاول وبعدين الاسود. هيطلع بقى بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، اسود بني فاصل بني اسود، يعني بدأ باسود وانتهى باسود. هبتدي اربط الشاهد كويس قوي عشان ما يتحركش معايا خالص، عشان هبتدي بعد كده اشتغل في الشرشوف. كده ابتدى شكل السبحة النهائي يظهر معايا، زي ما انتوا شايفين المسافات هي معقولة ومناسبة جدا ان اقول بيها الذكر، والشاهد بتاعي بقى ثابت. هبتدي اشتغل في الشرشوبة وما ننساش الزيادة بتاعت الخيط. بعد ما خلصت الشاهد هحط تاني فاصل زي اللي كنت حطاه اللي هو الذهبي اللي حواليه ألماظ بشكله ده، عشان أبدأ بيه الشرشوب. طبعا الشاهد بتاعي ثابت وربطه كويس، هبتدي أربط على
الفاصل تاني، يعني انا ربطه قبله قبل الفاصل وحربه التاني بعد الفاصل عشان اثبت كويس قوي، لان الشرشوبة هتبقى لوحدها لازم اثبتها كويس مع الفاصل اللي انا حطه. بجيب كرتونة عادية مقصوصة على قد الطول اللي انا عايزاه، وده نوع خيط عندي حابة اعمل منه الشرشوبة. هبتدي اثبت طرف الخيط مع الطول اللي انا عايزة اعمله للشرشوبة، وابتدي الف لحد ما اوصل لكمية السمك اللي انا عايزاه للشرشوبة بتاعتي. وعشان البكره ما تقعدش تجري مني انا حطيتها جوه طبق زي ما انتوا شايفين كده، انا وبلف بدل ما تقعد تلف مني في كل حته، فالطبق بيحكمها شويه وتلف جواه، وده احسن ليكي طبعا. كده انا وصلت للكثافة اللي انا محتاجاها للشرشوبة، هقص وهبتدي اربطهم مع بعض قبل ما افصلهم عن الكرتونة عشان ما يتوهونيش او يتنعكش مني الخيط. هلفها واربطها كويس قوي واتاكد انها في النص بالظبط. طبعا لو حسيت ان الكثافه اكتر من اللي انا عايزاها ممكن اشيل شويه من الشعر اللي انا حطيته ده واربط تاني كويس. هسويها وابتدي اعمل ربطة بعد حوالي سنتي من العقدة اللي انا عملتها في النص، اربط كويس قوي والفها كويس قوي. هبتدي بقى اساوي الطول بالمقص، يا ريت يكون المقص حامي عشان ما تقعدش تبقى فيه حته طويله وحته قصيره. لو حسيت ان انا عايزه ازود العقده كمان شويه ممكن الف حواليها تاني خيط بحيث انها تبقى عقده سميكه شويه. انا هنا المره دي عملت الخيط اللي انا ربطته ولفيته بطول الشرشوبه بس قصيت الزيادات بس زي ما انتوا شايفين كده. ده شكلها بعد ما عملت العقده، انا حابه شكلها منفوش كده شويه. هبتدي بقى انضف المكان اللي انا فيه عشان اظبط الشكل النهائي للشرشوبه. عشان اثبت الشرشوبه مع الجزء الاساسي في السبحه، انا عندي الخيط اللي انا عامله بيه السبحه اصلا قوي وعامل زي الابره، فهعديه من الطرف اللي فوق بتاع الشرشوبه اللي انا عامله منه العقده وهبتدي اربط كويس قوي.
بعد ما ربطت الخيط بتاع السنارة اللي انا كنت عاملة بيه السبحة، اربط خيط السنارة بتاع السبحة مع الخيط بتاع الشرشوبة اللي هو اللي انا عاملة بيه العقدة، يعني خيط السنارة مع عقدة الشرشوبة، الاتنين مع بعض كويس قوي وعقدهم حلو قوي لحد ما احس ان هما كلهم لحموا مع بعض، الشاهد مع الفاصل مع الشرشوبة. وبعدين ابتدي اقص الزيادات، طبعا بعقدهم كذا عقدة مش عقدة واحدة، يعني 2 أو 3، عشان لما اقص زيادة مفيش حاجة تفلت مني بعد كده. احط بقى حاجة هنا تنور الفاصل اللي في الشرشوبة، هستخدم لزق اوهو او ممكن مسدس الشمع، وانا عندي هنا استرس ذهبي زي ما انتوا شايفين كده، الماس شكله حلو كان عندي، ممكن تستخدمي اي حاجة تزوقي بيها تكون بتلمع، وهحطها على الفاصل اللي عندي. طبعا انا اخترت الذهبي ده لان الفواصل اللي عندي اصلا لونها ذهبي وفيها استرس الماس، فقلت ده شبهه شوية. احط اللزق وبعد كده احط الاسترس بتاعي، وطبعا لو مسدس الشمع بيبقى اقوى، ان هو بيثبت بسرعه، لكن الاوهو بياخد وقت شويه. اخدت هنا المقاس وقصيت حجم الشريط على قد المحيط بتاع الشرشوبه بتاعتي بالظبط. اشيل اي زيادات لزق، زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي طلع بيه، لكن انا حابه ان انا اثبت اكتر، فهعمل التثبيت بتاعي اكتر بالابره والخيط، هو قابل ان انا اقدر اخيطه كويس قوي، يعني في فتحات اقدر اعدي منها الابره، فهمسك البدايه مع النهايه اعمل زي عقدتين كده واثبت بيهم كويس قوي واربط. وطبعا اللزق الاوهو هيبتدي ينشف وهيمسك كل حاجة مع بعض. كده انا خلصت وقصيت الخيط الزيادة، اي زيادات بشوفها بقصها، وده كده زي ما انتوا شايفين ثابتة وقوية جدا. شايفين قد ايه المنظر النهائي شكله جميل. طبعا في شرابيات للسبحة بتبقى جاهزة تغنيني عن كل الخطوة دي، بس انا حابة ان انا اعمل حاجة مميزة خاصة بشغلي انا. اي زيادات بقى في الشرشوبة احاول ان انا اسويها ببعض وانضف اشوف الشكل النهائي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. كده انا خلصت السفحة بتاعتي، زي ما انتوا شايفين شكل الفواصل، عندي 2 من الفواصل الذهبي في الماز والشرشوبة بتاعتي، وفي مسافات بين الحبات بتاعتي مناسبة جدا مش هتضايقني أثناء التسبيح أو أثناء الذكر. أتمنى طبعا أن تكون حلقة النهاردة عجبتكم وتقدروا تنفذها بكل سهولة. بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو. كل سنة وانتم طيبين. بدري بدري والايام